عم تتابعونا عبر شاشة أوغريت وعبر إذاعة أمواج اف ام بحلقة جديدة من برنامج بخدمتكم الذي دائما يسعى لحل القضايا التي يهتم بها المواطن ويسعى لي طبعا حلها مع المعنيين. مشاهدين الكرام، بعد الزلزال الكبير وما خلفه من أضرار بشرية ومادية ومعنوية أيضا هبت كل الجهات للإنقاذ بكافة القطاعات طبعا وكان والمجالات لتقديم الإغاثة والدعم للمتضررين من جراء الزلزال. مديرية الموارد المائية باللاذقية كما غيرها من الجهات الحكومية كانت حاضرة بكل طواقم العمل اللي طبعا منذ الساعات الأولى للزلزال ولم تزل تواكب هذا الحدث وتقدم العون من خلال عمل مستمر بدءا من متابعة الحالة العامة للسدود والمخزون المائي مرورا بمتابعة العمل الزراعي وتنظيم أيضا عمليات الري وعدالة التوزيع وصيانة الشبكات ومعالجة القضايا المتعلقة بالفاقد المائي والتعديات على الشبكة وصولا إلى التشاركية مع المعنيين بالشأن الزراعي للارتقاء بسوية الأداء إلى المستوى الأفضل. معنا الحديث عن هذا الدور بهذه الفترة تحديدا بالاستديو المهندس فراس حيدر مدير الموارد المائية بمحافظة اللاذقية. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم جميعا وكل عام والجميع بخير بمناسبة الذكرى 60 لثورة الثامن من آذار، وإن شاء الله شعبنا كله بخير وجيشنا وقائدنا بألف خير وإلى أيام أفضل لسوريا بإذن الله. إن شاء الله، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية لابد لنا من الإضاءة والحديث على واقع المياه في محافظة اللاذقية، وخلينا نبلش بوضع وحال السدود ضمن المحافظة. شو الإجراءات اللي تم اتخاذها من قبل المديرية طبعا للتأكد من سلامة السدود الموجودة بالمحافظة؟ طبعا يوم الزلزال كان يوم صعب على الجميع، مؤسسات وشعب والله يرحم اللي قضوا بهالزلزال. طبعا مديرية الموارد المائية في اللاذقية تستثمر 14 سد مختلفة التخزين، أكبرها سد 16 تشرين إلا سدود صغيرة تخزينها حوالي 300 ألف متر مكعب. نحن منذ اللحظات الأولى بوقت مبكر طواقمنا الفنية طبعا في السدود الكبيرة هي طواقم مناوبة على مدى 24 ساعة، تواصل لحظة بلحظة للاطمئنان على السلامة العامة للسدود. في المشاهدات الأولى كانت السدود سليمة 100%. أثناء النهار الأول تم تدقيق المشاهدات للمنشآت الخاصة بالسدود. نحن الحقيقة السدود الجزء اللي قد يكون أكثر احتمال للتعرض للضرر هو المنشآت الملحقة بالسدود اللي هي مآخذ الري، البوابات، المنشآت البيتونية. طبعا نحن سدودنا في محافظة اللاذقية هي سدود ركامية عدا سد الحفة سد بيتوني. هذا الركام الترابي اللي منشأ من جسم السد هو حكما جسم صامد، وسدودنا بشكل عام مصممة على درجة 8 ريختر ما في أي تأثر. كان همنا أثناء النهار التأكد من المنشآت الملحقة بالسدود الخدمية اللي هي المآخذ، البوابات والأبراج البيتونية. الحمد لله كله في سلامة. كان فيه ملاحظات بسيطة، جدار على أعلى قمة السد في سد بلوران هو عبارة عن جدار بيتوني مع بلوك مشترك في شوية تخلخل، هذا غير مؤثر على الوظيفة العامة للسد والتخزين والخدمة. عنا شوية شقوق بالسطح العلوي لسد بحمرة، هذه تم مراقبتها بالتواصل مع الوزارة والمعنيين وتم إرسال فريق متخصص، هذه بدأت تروح معنا لتقييم السد واتخاذ إجراءات فنية. هذا الكشف على السدود طور إلى تدقيق فني أكثر وبمواكبة جزء من أساتذة الجامعة. نحن عندنا السدود في النهاية المراقبة الدقيقة هي قياس انزياحات أفقية وشاقولية لجسم السد ومنشآته. الحمد لله ما تم تدقيقه اللي هي السدود الكبيرة كلها بسلامة تامة. ووردياتنا متواجدة يوم بيوم، كلنا بنعرف أنه صار بعدين هزات ارتدادية. يوم بيوم نحن موجودين، لا يوجد طارئ، السدود في الخدمة، تستطيع استيعاب التخزين اللي بده يجي نتيجة الهطولات المطرية وتستطيع القيام بدورة في تفريغ المياه باتجاه شبكات وقنواتها. تماما، فإذا السدود بشكل عام لم تتأثر هذا التأثر الكبير بالزلزال كما ذكرت أستاذ فراس. لا يوجد تأثر. لا يوجد تأثر أبدا. تمام. يعني كنتم منذ الساعات الأولى موجودين حاضرين لتقديم الخدمة مثل ما ذكرنا، كما بقية المديريات الخدمية والموجودة ضمن محافظة اللاذقية.
يعني الإجراءات اللي قمتم بها كموارد مائية على أرض الواقع، شو كان دوركم منذ الساعات الأولى ومنذ اليوم الأول لحدوث الزلزال وحتى الآن؟ نحن باليوم الأول كل طواقمنا استنفرت واستدعيت للعمل. اليوم الأول هو كان يوم حركة آليات بامتياز، وجهت آلياتنا بالتنسيق مع المحافظة عبر أعضاء المكتب التنفيذي والسيد المحافظ إلى كامل مساحة المحافظة من جبلة لدمسرخو للهنادي للعمرونية للرمل الجنوبي. وضعت هذه الآليات تحت تصرف، وكان في تواصل كل ساعة على مدى الأيام الأولى. دعمنا كمان نحن عمليات الإنقاذ بملاحم بقلابات، كل ما هو متوفر في المديرية وضع تحت تصرف المحافظة تنسيقا، ونحن واكبناها بعناصرنا وهي تعمل على مدار الساعة. الأمور كانت ميسرة، الوزارة وضعت تحت تصرف المحافظة، نحن كوزارة موارد وضمن التوجهات الحكومية كانت حتى آلياتنا في غير محافظات شارك جزء من مديرية طرطوس، وكانت جاهزة حتى الآليات اللي بالقنيطرة للنقل إلى محافظة اللاذقية أو حلب. الأماكن كل إمكاناتنا كموارد وكوزارة وضعت تحت تصرف، والحمد لله هذا العمل كان إيجابي وتم تنفيذه بشكل كامل. بعدين نحن بعد السدود، يعني مشان نحن نفهم تركيبة مديرية الموارد المائية، الجزء الأساسي والأهم هو السدود. تمام، اطمأنينا على السدود، انطلقنا لمنشآتنا. نحن عندنا 54 محطة ضخ، وعندنا أقنية مكشوفة ما بين محمولة ما بين هذه تم تفقدها، يوجد فيها أضرار محدودة في مواقع محددة. انطلقنا باتجاه هذه المواقع لتقييمها فنيا، وهي عم تاخذ طريقة لقيد المعالجة حتى نستطيع نقدم خدمة الري. عنا أعطال على الشبكات بلشت تظهر نتيجة الزلزال، وخصوصا في أماكن الوصل المعدني بغير مواد. هذه كمان بلشت آلياتنا وورشاتنا الفنية إنها تقوم بأعمال الصيانة إلى فورا. تماما. هلأ بدنا نحكي أكثر عن الأضرار الناتجة يعني جراء الزلزال، سواء كانت أضرار بشرية أو مادية. أستاذ فراس، يعني نحكي عنها أكثر، هل من أضرار كانت تعرضتم لإلى كعمال أو كبنى تحتية، خلينا نقول كمان بالمديرية؟ هلأ نحن في الكوادر البشرية الحمد لله نحن بسبب العمل لم نتعرض. في زملاء لنا كانوا في مواقع صار هدم أبنية، الله يرحم الجميع. طبعا خسرنا نحن زملاء في العمل، هني كانوا في سكنهم نتيجة الزلزال. تمام. هلا فيما يخص البنى التحتية المديرية، هناك أضرار جزئية لا يوجد خروج على الخدمة، يعني قناة طولها 15 كيلومتر مسافة 30 متر مخربة، قناة طولها 6 كيلومتر مسافة 60 متر مخربة جزئيا. هذا كله عم ياخذ وبتواصل مباشر مع المحافظة مع الوزارة عم ياخذ طريقه للحل وضمن التوجهات الحكومية. سوف نلقى كل الدعم، سوف يوجه الدعم الحكومي للمحافظات اللي أعلنت منكوبة لإنجازها ورفع هذه الأضرار حتى نستطيع نقوم بالخدمة. تمام. أستاذ فراس، يعني لاحظنا بعد اليوم الأول للزلزال كان هناك عكارة بالمياه، تغير لون المياه. يمكن سألنا عن الأسباب، هي كانت نتيجة الزلزال. اليوم حال المياه بعد مضي تقريبا شهر على انتهاء الزلزال، يعني كيف صار اليوم الحال؟ لسه العكارة موجودة أو انتهت؟ وشو كان سببها لهي العكارة؟ هلا حضرتك عم تقصدي نبع السن، مياه الشرب. انا عم ذكر بدي ذكر انه نحن الله لا يعيده ليوم الزلزال ترافق بهطولات مطريه غزيره، اضافه لحركه في الطبقات الحامله نتيجه الزلزال. نحن متعودين في نبع السن تظهر احيانا عند ظهور هطولات مطريه غزيره يظهر عكاره بالمي جاي من ارتفاع غزاره النبع ونقاط خروج ببحيره السن. انا اللي بدي اقوله انه حتى هذه الغزاره اللي لاحظوها المستخدمين في المدينه وفي جبله هي كانت قصة ضمن حدود المواصفه القياسيه السوريه، وهي عباره عن ذرات ناعمه عالقه ما لها أذى صحي مباشر، يعني لا يوجد جراثيم، لا يوجد تغير في الفيزياء او الكيمياء لمياه الشرب حسب المواصفه القياسيه السوريه. نحن عبر احواض تصفيه كنا نستوعب هاي المي، حكما خرج في الأيام الأولى عكارة لاحظها المستثمر. هذه الغزارة العكارة بتنخفض بالتدريج وانخفضت حاليا ورجعت للحد الأدنى اللي متعود عليه المستخدم واللي هي بتحافظ على عذوبة مياه السن.
تماما. قبل ما نكمل حديثنا اكيد مشاهدينا ومستمعينا لكل حدا يعني حابب يتواصل او عنده اي استفسار على التواصل معنا على الرقم 229 200. واكيد نحن راح نكمل مع حضرتك استاذ فراس. يعني اليوم العمل ليس عمل منفرد انما هي تشاركيه ويعني مع كل الجهات اللي كانت موجوده وعم تقدم الخدمات. يعني اليوم التشاركيه مع هذه الجهات سواء كانت الرسميه او حتى الجهات الاهليه كيف عم تكون؟ هلا نحن اذا كنت تقصدين العمل اللي هو تقديم خدمه الري وتقديم خدمه الري وايضا فيما يخص كارثة الزلزال والاضرار اللي نجمت عنه الاضرار. طبعا كلنا بنعرف انه هناك منظمات دوليه ومحليه حكما اقدمت على طرح ان تساهم في رفع هذه الاضرار. نحن قلنا تواصل عبر المحافظه والوزاره مع الفاو، مع الصليب الاحمر، مع الهلال الاحمر، مع اليو ان دي بي، وهذه الاضرار اللي نحن قيمناها وانجزنا طرق حل فنيا هني عم يدرسوها حاليا للتدخل المباشر. هذا الموضوع منسق مع الوزارة ومع المحافظة بشكل يومي. نأمل انه تدخل يكون سريع في حال المشاريع اللي هن ما بيحسنوا يغطوها. نحن اعطي لنا الضوء الاخضر ضمن توجهات رئاسة الوزراء وتوجهات السيد الوزير انه سوف يتم رفع كل أضرار الزلزال لعودة المشاريع إلى الحالة قبل الزلزال وقابلية الاستثمار وتقديم الخدمة. وهذا الحكي بده يكون سريع ومباشر. فيما يخص التشاركية بتوزيع مياه الري، ما بعرف إذا هلا وقتها من أقول من أجله، نحن كوزارة كنا سباقين في هذا الموضوع. نحن بمديرية موارد اللاذقية ومنذ سنوات تشكل لجنة لتوزيع مياه الري من كل السدود من السيد المحافظ برئاسة مديرية الزراعة. الزراعة هني شركائنا الأساسيين، نحن وياهم سوا توضع خطة زراعية على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية فيما يخص كميات المياه الموجودة والمحاصيل المناسبة لها. يعني أنا إذا بدي بسط الحكي بيكون بشكل مباشر، نحن ناخذ هالميات ونقول لهم يا مديرية الزراعة هاي الميات كيف بدكم إيانا نوزع حسب المحاصيل من كل سد. يحدد بداية ونهاية كل دورة ري عبر هاي اللجنة الممثلين نحن فيها واتحاد الفلاحين وغرفة الزراعة في العام الماضي ومياه الشرب، لأنه في مواقع على السدود في تشاركية بين مياه الشرب والري وهي برئاسة مديرية الزراعة. يتفرع عنا لجان مكانية في كل مشروع ويتم تواصل. مثلا في العام الماضي طورت طريقة لمجموعة واتس تضم الجميع حتى المدراء الزراعة والموارد لإيجاد حل فوري لكل مشكلة تعترض أي مزارع. طيب بدنا نحكي أكثر عن هذا الموضوع تحديدا كونه نحن مقبلين لفترة الصيف وبنعرف قد ايه بيكونوا المزارعين عندهم المواسم بحاجة للري، ولكن رح نكون مع زميلنا حسن ملاح وتقرير عن أضرار الزلزال على المياه وتعكر بعض المصادر. منتابع بالدقائق القادمة وبنرجع. التبعات السلبية للزلزال أضرار تطفو على مسرح الأحداث. ينابيع مياه الشرب في محافظة اللاذقية تتأثر بنسب مختلفة وسط جهود لاستمرار ضخ وتأمين مياه الشرب. بالنسبة للعكارة، العكارة ترافقت مع هطولات مطرية غزيرة وحركة زلزالية سببت بعض الحركة بمجرى النبع وأدى إلى ظهور عكارة في بعض ينابيع المياه الشرب الممتدة على كامل مساحة المحافظة، منهم ظهر العكارة بينابيع السن، ينابيع جورين وينابيع ديفي. أنا تواصل يومي مع السن، كل يوم أول اتصال بعمله تقريبا الصبح مع الأستاذ قيس أنه قديش نسبة العكارة اليوم شو. لا الحقيقة العكارة عم تنزل، أول يوم كانت بين 25 إلى 33 تقريبا يعني بمياه البحيرة، اليوم كانت 14 الصبح بمياه البحيرة، وبعد التصفية صارت 11، ولما عم توصل على بيوت المشتركين حقيقة عم تكون نازلة. يعني فيما يخص وحدة القداحة أصيبت بالعكارة بعد المصادر المياه منها نبع بالسين، عكارته صارت فوق المية بحيث انطلع خارج الخدمة، بإضافة إلى بير في محطة بشونة كمان طلع خارج الخدمة. والعكارة اللي يجد طبعا كانت عكارة اللي يجد المياه القادمة من السن كانت عكارتها إلى حد ما مقبولة في حالة الأزمات، وتم تعويضهم من خلال الصهاريج ومن خلال بعض الدعم من مياه السن لهذه المناطق التي
خرجت مصادرها خارج الخدمة؟ خدنا قيم العكارة بعد المرشحات الرملية لنا، فكانت العكارة هي ضمن الحدود المسموحة بالمواصف القياسي السوري بحال الطوارئ، يعني أقل من 25 انتيو. الشغل الأهم، المياه معقمة، المياه غير مجرسمة، المياه ما فيها أي نوع من أنواع التلوث، لأنه نحن بقطف العينات من المصدر أو من ضمن المدينة أو من الشبكات أثبت التحاليل المخبرية كلها أن هي مياه سليمة، فقط في عندي أنا هالارتفاع في العكارة، واللي هو بأكد أنه هو ضمن المواصف القياسي السوري لحالات الطوارئ. هو واقع الحال، عمل وجهد واستجابة لأي طارئ بعد كارثة الزلزال، وذرءا للشائعات والقيل والقال، يبقى مصدر المعلومة الوحيد والصحيح الجهات المعنية الرسمية. إذن متابعة للتقرير اللي حضرناه مع حضرتك أستاذ فراس. هلأ العكارة انتهت وكانت هي نتيجة مثل ما ذكرنا الهطولات المطرية، وأيضا إجا الزلزال فصارت هذه العكارة وانتهت الحمد لله. كنا عم نحكي عن التشاركية مع الجهات الأخرى، وخاصة فيما يخص موضوع الري وخدمة الأخوة الفلاحين اللي عندهم محاصيل زراعية بحاجة للري. تعاونكم مع مديرية الزراعة واتحاد أيضا الفلاحين كيف عم بيكون؟ بدنا نحكي أيضا عن الواقع المائي، تخزين السدود هل هو كافي ل يعني تلبية حاجة المحافظة والفلاحين بشكل عام؟ تمام. هلا التشاركية نحن حكينا عنها. هلا وزارة الموارد كانت سباقة نحن في إطلاق مفهوم اسمه جمعيات مستخدمي المياه، يعني جمعيات مستخدمي المياه نحن بدنا نبسطها، بنجي على مورد مائي بتجهزه الدولة عبر وزارة الموارد المائية، فليكن سد مثلا، هناك مجتمع أهلي محدود بيستفاد منه، هذا المجتمع الأهلي يتم التواصل معه لإنتاج جمعية اسمها جمعية مستخدمي المياه إلى مجلس إدارة، هذا المجلس الإدارة هو بيدير استثمار هذه المياه بما يغطي حاجة الجميع. طبعا هذا أول مفهوم نحن عم نحاول نوسعه في وزارة الموارد المائية بحيث يغطي أغلب الشبكات حتى الحكومية، مع أفكار لتقديم دعم حكومي للإخوة المزارعين اللي بيتشكل عندهم جمعيات مستخدمي المياه من حيث قروض للتنقيط، قروض هلا في مجال توزيع مياه الري الحكومية من الشبكات الحكومية. نحن حكينا أنه اللجنة اللي بتحدد هي برئاسة معاه مدير الزراعة بالعادة وعضوية الموارد واتحاد الفلاحين وغرفة الزراعة ومؤسسة مياه الشرق. هذه اللجنة تعتبر بحالة انعقاد دائم، هي حسب الطقس والطلبات والتنسيق مع الوحدات الإرشادية ومشاريعنا يتم تحديد موارد إطلاق الماء من كل سنة. بالنسبة لتخزيننا السني، الحقيقة نحن هذا الهطل المطري اللي إجا هو بشكل فيضات هو حاليا يعادل حوالي 50% من الهطول المطري السنوي لمحافظة الأطرية. تخزيننا حوالي 65%، نأمل بهطولات مطرية قادمة حسب التوقعات الجوية خلال شهر آذار. هذا الكمية المخزنة نحن سبق وأنتجنا مع مديرية الزراعة في عام ماضي منذ سنوات، كان تخزيننا لا يكفي لبعض الزراعات، نسقنا معهم عبر الوحدات الإرشادية لأبلاغ الفلاحين أنه لا يوجد مياه حكومية تكفي لزراعة هذا المحصول. هذا الحكي رح يعلن إذا ما امتلأت السدود. بدي استغل هاي الفرصة نوه على شغلي أو أدعي كل الأخوة المزارعين، نحن بقرار حكومي وضمن توجهات حكومية تم إقرار تسوية للآبار اللي هي محفورة ضمن شبكات الري الحكومية واللي ممنوع ترخيصها كان سابقا. هلا بموجب هذا التعميم اللي عم يحدد حالات لتسوية وضع الآبار المحفورة، هو عم يسمح بتسويتها إذا كانت مياه الري غير كافية للمحصول أو تغيرت الزراعة. يعني لنبسط، إذا نحن نستهدف الأشجار المثمرة بشكل عام بمياه الري الطالعة من شبكات الري الحكومية، أحد الأخوة المزارعين شاف أنه مصلحته يزرع نوع من الخضار صيفي، هذا النوع من الخضار هو خياره بحقق له جدوى اقتصادية أكثر، بالتنسيق مع الوحدة الإرشادية وعبر مديرية الزراعة كتاب منهم يكفينا لإدراج البئر ضمن تسوية ويصبح مرخص حتى يغطي حاجته من المياه من لأجل الخضار. هذه التسوية مفتوحة، أنا بدعي كل الإخوة الفلاحين
اللي هن ما مجرودة آبارهم في جرد عام 2022 جردناه بالتعاون مع الزراعة. المهلة مفتوحة ل 26 آذار. المطلوب فقط تصريح وبيان قيد وصورة هوية بشكل مبدئي، وتوجه الوزارة لتقديم كل التسهيلات لتسوية أوضاع هذه الآبار بما يسهل كامل عمليات الري. تماما، هي بتكون معينة يعني للأخوة المزارعين في حالة الري، وكما ذكرت بتم الإعلام في حال لم تمتلئ السدود. يعني الله يبعث الخير دائما، هيك نحن بندعي لحتى تمتلئ السدود وما نكون نحن بحاجة لإعلان أنه نحن غير قادرين على تلبية المزارعين لمحاصيلهم بالري تحديدا بالمياه. هلا نحن رح نكون قادرين حكما حسب تخزيننا الحالي لتقديم كل ما هو مطلوب للأشجار المثمرة في المناطق اللي بيستهدفوا زراعات خضروات. يعني مثلا نحن بسد بلورال العام الماضي منفذين 11 دورة ري، تمام، 11 دورة ري استنزفنا نحن مخزون السد، دعمنا الأخوة المزارعين هناك الزراعات الأساسية بطاطا حلوة ودخان. هذا الموضوع يحتاج إلى تدقيق في حال لم يمتلئ السد، وسوف يتم إعلان ذلك عبر مديرية الزراعة لإيجاد وسائل بديلة قد يكون منها تسوية الآبار. تمام، ذكرت موضوع السدات المائية أستاذ فراس، لو تخبرنا عنها أكثر وكيف يتم تأمينها بالمياه بمياه الري. هلا السدات المائية هي مسطحات مائية صغيرة بتكون على مجاري مائية، هي هدفها الأساسي تنظم المشروع أطلقت وزارة الموارد اسمه حصاد المياه، هو تخزين المياه اللي ناتجة عن هطول الأمطار بحجوم مانا كبيرة. بس هذه الحجوم الكبيرة هي ذات أهمية كبرى، لأنه المياه تقاس أهميتها بحجم توفرها. يعني أنا لما سوينا نحن سد بالدفلة صوب منطقة البسيط هي تخزينة 28 ألف متر مكعب، بس منزورة دائما فيها جمعية مستخدمين مياه بيزرعوا خضروات صيفية بأمنوا لريتين أو ثلاثة، فهي عم تقدم خدمة جيدة لهذه المناطق. تمام، بدنا نحكي عن مناطق الموزعة على المحافظة، يعني واقع رواء أراضي مشروع نفق هضبة عين البيضة خصوصا، شو وضعه هيدا المكان؟ نفق عين البيضة طبعا العام الماضي نحن عبر نفق عين البيضة باتجاه المنطقة الممتدة من رأس شمرة من دوار دمصرخ وحتى برج اسلام لم تقدم مياه الري بسبب عطل في النفق اللي بيوصل بين السد ومخرجه عند مفرق عين البيضاء. بدي نوه انه نحن عبر السيد المحافظ قدمت اجراءات حكومية لمساعدة الاخوة المزارعين، منها رفع تقنين بالنسبة للآبار، تقديم مازوت زراعي، آلياتنا وآليات الزراعة حفرت حفر تجميعية في أي مكان بالتنسيق مع الوحدات الإرشادية. نحن موضوع النفق فنيا انتهى، انجز شبه انتهى العمل، سوف يدخل يعود المشروع إلى الخدمة بداية موسم الري هذا. 16-20 تخزينه جيد، سوف تقدم خدمة الري لكامل القطاع. تمام، ثم نحكي أيضا عن يعني هناك على لسان المزارعين، خلينا نقول أستاذ فراس، يعني هناك تفاوت بمستوى الأراضي للمزارعين، أراضي منخفضة أراضي مرتفعة. هذول الأشخاص أصحاب الأراضي المرتفعة بيلاقوا صعوبة بفصل الصيف بيوصل مياه الري لإلون، يعني كيف ممكن تنحل هيدي القصة، وخاصة يعني بفصل الصيف بنعرف قد بحاجة المحاصيل الري. هلا لقل لك شغلي أولا نكون واقعيين، يعني نحن سواء حكما من الخطوط اللي تغذى بالراحة من القناة دون ضخ المزارع بياخد أريح، اللي تغذى من محطات الضخ اللي بأول خط حكما هو بياخد أول شيء وأريح من اللي بآخر الخط. هذا الحكي عم يتنسق عبر مراجعة مواقعنا، يعني نحن عم نتدخل في تنظيم أدوار لإيصال المي لنهاية الخطوط دائما، ولا تنهى دورة الري أو يوقف الضخ حتى يروي آخر مزارع على آخر فتحة ري. تمام، ولكن يعني بعض الآراء تقول أنه في أحيانا توزيع غير عادل يعني للمزارعين حسب المناطق اللي موجودين فيها، يعني شو رأيكم على هلا أنا كلمة توزيع عادل غير عادل لمناطق دون تحديد المناطق، تمام، ما بحسن جاوب عليه. أنا في الرؤية العامة نحن كمديرية نستجيب لأي مراجعة من كوادرنا الموجودة في موقع كل مشروع، ما في مشروع إلا في مكاتب وصولا إلى المدير. الموضوع كتير بسيط، عنا رقم ثلاثي نحن فعال هو 128 كل الموسم، ونحن موجودين اللي إلو
عنده أي قصة ما عم توصله مية الري نحن جاهزين لحلها. فإذا في حال ورود أي شكوى بيتم من خلال مراجعة المناطق اللي موجودين فيها. تماما ما انحلت نحن موجودين. موجود اتحاد الفلاحين، موجود الزراعة، يعني تنسيقنا كان عالي معهم، كان جزء كبير من الأعطال والمناطق اللي يصير فيها نقص ويطلب تعويض أحيانا من الزراعة يجينا الخبر من اتحاد الفلاحين وكله كان ينحل بوقته حسب وين المزارع عم يقدم شكوى سواء بمدير الزراعة. نحن حتى يعني أنا كلمة شكوى بعتبرها مراجعة مشان نسهل على من يريد أن يراجع. نحن موجودين لنوصل المي وجاهزين أنه نوصل المي، عليه أن يراجع ولا نعتبرها شكوى حتى. تماما. إذا نحكي شوي عن موضوع الصيانة لقنوات يعني الري المكشوفة، يعني طالب فيها المزارعون أن يكون في صيانة لهذه القنوات وأيضا جسور المشاة الموجودة فوق أقنية الري المكشوفة، نحكي عن هيدا الحال. هلا بالنسبة للأقنية المكشوفة هي تخضع سنويا لتعزيل بآلياتنا وتخضع لعزل الفواصل. عزل الفواصل هي بتكون مناطق محددة من الصيف اللي بيصير فيها رشح نحن بندرجها ضمن مشروع عزل. هذا الحكي ينفذ جزئيا ضمن كل سنة، يعني يعمل صيانة جزئية لها. هلا هذا الموضوع مغطى وما في أي مشكلة، لأنه نحن القنوات هي العنصر الأساسي بإيصال المي لكل الشبكات. صحيح. فهي محل عناية ورعاية ومتابعة بشكل دقيق. هلا دائما يعني من خلال عملكم ومتابعة المياه ومتابعة السدود حمايتها من التلوث هو كتير مهم هيدا الموضوع، إجراءاتكم للحد من تلوث المياه بالسدود كيف عم بتكون أستاذ فراس؟ هلا نحن بالنسبة للسدود هي مراقبة بدنا حكما، هناك بعض السدود يصل إلى بعض الصرف الصحي، هي مراقبة كنوعية مياه عبر عينات. نحن كمديرية لنا حوالي 80 نقطة بناخذ منها عينات شهريا لمراقبة نوعية المياه، هي ينابيع، مجاري أنهار، بحيرات السدود. كمان بدي أحكي يعني نحن عنا خطة طموحة تمر عبر الوزارة واهتمام السيد الوزير شخصيا اللي هو محاور الصرف الصحي الأساسية تجميعها وهو محطات الصرف الصحي المكاني. هذا الموضوع إن شاء الله أخذ اهتمام كبير وحددت مواقع في محافظة اللاذقية عبر اجتماعات متكررة. كان الهدف الأساسي منا هو الحفاظ على الموارد المائية. هذا الموضوع الاهتمام يتصاعد فيه يوم بعد يوم نظرا لأهمية هاي الموارد، وعم تاخد اهتمام حكومي على مستوى عالي وإن شاء الله بتاخد الدعم لتحويل كل مشاريع الصرف الصحي لمحطات مكانية تنتج مياه صالحة للزراعة على الأقل. نعم إن شاء الله. كون عم نحكي بموضوع الصيانة يعني بدنا نحكي شوي بمعالجة التسريب إن كان موجود بقنوات الري المكشوفة، هل من تسريب؟ وإذا كان في تسريب كيف عم بتتم معالجة هيدا الموضوع؟ قنوات الري المكشوفة نحن إذا بدنا نفصل شوي، هلا بالنسبة لقناة شبه المنحرف هي بلاطات في بيناتها فواصل، هذه الفواصل مملوءة بمادة عازلة، هاي المادة العازلة نتيجة العمر تمام؟ النتيجة تهزي خفيفة بتصير بتحرك الفاصل قليلا. الحل بيكون ان احنا بنجرد بيظهر رشح تحت القناة، بنجرد لها الفواصل، يتم ازالة المادة العازلة القديمة، تنظيفها، اعادة ملأة بمادة عازلة جديدة، وهذا الحكي بينطبق على الاقنية الصندوقية ايضا. تمام. يعني عم نحكي نحن بهيدا الموضوع ويمكن كان الزلزال أسرع بهيدي القنوات، يعني ذكرت أنه هزة خفيفة ممكن يصير فيه تسريب بهيدا الموضوع. حكما أسر نحن جربنا في عنا تخريب في 3 مواقع بالأقنية على مختلف الشبكات، وعنا مناطق نحن جربناها لاحظنا خلل بسيط بالفواصل، وهي أنجز إلى أضابية لإعادة تأهيلها وعزلها قبل موسم الري. تمام. هل هناك أعطال بشبكات الري الخاصة بالسدود؟ يعني سمعنا أنه في بعض الأقاويل أنه قد يكون هناك أعطال أو ممكن بعض المزارعين عم بيقولوا في أعطال. حكما في أعطال. في أعطال. حكما في أعطال. عم يتم تداركها بالسرعة الكافية. تماما. نحن بلشت آلياتنا من أسبوع بعد عودتها من أعمال إغاثة. هلا علوة لو انتبهنا يعني كنا عرضنا صور على الشاشة لبعض الخطوط الكبيرة اللي بدلتها آلياتنا ورشات الصيانة. هي كانت متضررة جراء الزلزال. تماما. من شكل التضرر مبين انه تشقق وتكسر بالقسطل نتيجة الزلزال. هذه عم تتم جردها وراء بعضها. عنا أضرار نحن في بعض خزانات محطات الضخ، أنا مثل ما حكيت كلها انجردت ووضعت إلى الحلول الفنية وتاخذ طريقة للحل.
يعني نتيجة هذا التسرب أثر شيء على المخزون؟ لا هدر للمياه؟ لا مشان ما ندخل المواضيع ببعضها. السدود مغلقة. المياه المخزنة غير خارجة من السدود حاليا. نحن اللي عم نجهزه هلا السدود طمننا عليها. نحن عم نجهز محطات الضخ وشبكات الري لاستقبال المي عندما تخرج. حاليا ما في مي خارجة نحن من السدود نهائيا. موجودة بالسدود. بالسدود نحن البوابات مغلقة، سكورة مغلقة، لأنه ما في حاجة للري هلا. طيب إذا بدنا نفصل بالسدود اللي موجودة بمحافظة اللاذقية، سد السخابة، في المؤشرات الموجودة بهيدا السد تخبرنا عنه؟ سد السخابة هو السخابة. سد أولا قيد التنفيذ، مشروع غير منتهي لم يخزن، وهو مشروع كان فيه عمليات حقن لتلافي حالة فنية، حاليا طلب إعادة تقييمه فنيا بعد هالسنوات لإنتاج حل عبر جهة فنية متخصصة حتى نعاود العمل فيه وينتهي العمل فيه ويعود للتخزين. هو لم يخزن سابقا، مشروع قيد التنفيذ. قيد التنفيذ. تمام. سد الحفة أيضا. سد الحفة ما في أي إشكال، نحن من 3-4 سنوات سد الحفة هو من أقدم السدود، وصل منسوب الطمي فيه لبئر الدخول. لما بيوصل لبئر الدخول يعني نحن ما عاد نحسن ناخذ مي، فعبر الهيئة والوزارة سوينا مشروع فرغناه، أزلنا كميات من الطمي حتى نحافظ على السد حي. السد بيضل حي طالما نحن بنحسن ناخذ مياهه عبر مآخذ الري. طبعا هو مخصص احتياطي لمياه الشرب. تمام. ونحن عبر مآخذه بنتعاون مع اتحاد الفلاحين والإخوة الفلاحين، بنمشي في أوقات من الصيف كميات محدودة من المياه عبر نهر الحفة بيستثمروا بري الأراضي بالضخ. تماما. يعني العديد من المشاريع اللي عم تقوموا فيها كمديرية انتو استاذ فراس، يعني ايضا مشروع الضخ الشتوي لمياه نبع السن، يعني لوين وصلتوا بهيدا المشروع؟ شو الجديد ايضا ضمن المشاريع اللي عم يتم طرحها وتنفيذها من قبلكم؟ هلا مشروع الضخ الشتوي هو مشروع قائم، نحن عم نستثمر المرحلة الاولى منه. المرحلة الاولى منه هي الضخ من السن الى سد الحويز. يعني نحن من 14 بات كنا عم نضخ قبل الزلزال، وقفنا بسبب الزلزال، هلا عدنا عم نضخ باتجاه سد الحويز، وصلنا ضاخين حوالي 3,800,000 متر مكعب عم نعبي السد من نبع السن من المياه الفائضة، طبعا عن حاجة مياه الشرب كونه هلا غزارة النبع عالية تفيض عن حاجة مياه الشرب، مشان نعيد استخدامه صيفا عبر شبكات الري للإخوة المزارعين. مشروع الضخ الشتوي الجزء الثاني منه هو بضخ لسد السخابة. سد السخابة عندما ينجز سوف يكون المحطة جاهزة، سوف يتم إملاء جزء منه كمان شتاء من نبع السن. أنا هم بدي نوه على شغله. وزارة الموارد المائية تعمل عبر استراتيجية لتغطية متطلبات المياه الشرب أولا والري ثانيا. يعني نحن نعمل كتلة واحدة مع المؤسسة العامة لمياه الشرب. هلا على الرؤية العامة للساحل مثلا، نحن هلا عبر نفق عين البيضة هناك محطة تصفية لزيادة كميات مياه الشرب الواردة على مدينة اللاذقية، على محافظة اللاذقية. الرؤية تقوم انه نحن بنخلص سد برادون بنخزن 140 مليون، هال 140 مليون متاح منا 100 مليون لصد 16 تشرين، صد 16 تشرين بياخذ هاي المي بيعطي عبر النفق للري لمحطة التصفية ولكامل شبكاته، ونستطيع نحن وقتها انه نعمل توسع بالوساحات الورمية لصد 16 تشرين كونه نحن زدنا الكميات المخزنة من المياه. هي رؤية لتخزين واستثمار كل نقطة مي هاطلة أو عابرة عبر الساحل. تمام. بدنا نحكي أيضا عن مراقبة المياه، يعني سواء من تحاليل كيميائية، جرثومية، معادن ثقيلة، كيف عم بتم دوركم أنتم بالمديرية بهذا الخصوص تحديدا أستاذ فراس؟ على نحن إلنا نقاط، أنا قلت حوالي 80 نقطة منتشرة على كامل المحافظة، هي بناخد منها نحن عينات بشكل شهري، إضافة للتعاون مع مؤسسة مياه الشرب. نحن جهة واحدة، تحاليل بناخذ نتائجها وتحاليلنا بناخذ نتائجها، وأحيانا يتم التدخل بإجراءات عبر السيد المحافظ إذا كان مرتفع التلوث بأي نبع لمنع استخدامه لمياه الشرب للإخوة المواطنين.
تماما. نحكي شوي عن الكوادر الفنية والتأهيل يعني والتدريب للكوادر الموجودة ضمن المديرية، وخاصة اللي بيطلعوا كشوفات على المواقع التابعة للمديرية، كيف عم بيتم تأهيل هذه الكوادر والإشراف عليها؟ طبعا مديرية الموارد تمتلك كوادر فنية خبيرة، هي خبرة تراكمية عبر السنوات، وكان في جزء ساهم في تطور هو هذه الخبرات هو وجود الخبراء الروس والبلغار عبر سنوات بالمديرية أثناء إنشاء سد 16/20 وسد الثورة. هاي الخبرات كلها مؤهلة، بنعمل لهم نحن دورات، وكلهم الجزء الفني الكادر الفني المتخصص كله يجيد العمل على البرامج الهندسية ويقوم بعمله على أكمل وجه. اليوم بعد حادثة الزلزال كانت هذه الكوادر موجودة على أرض الواقع، يعني موجودة لتقديم الخدمات يعني بحسب الخبرات اللي موجودة عندهم، كيف كان تقييم عملهم بهيك كوارث طبيعية نحن ما لنا متعودين عليها، وإنما هي موجودة بده التعامل معها بشكل سريع ومباشر، كيف بتقيموا عملكم أنتم بهذه الكارثة؟ على أنا أقول لك شغلي، يعني المديرية تملك القدرة الفنية والرجول لاتخاذ القرار الفني المناسب. طبعا أنا حتى ما أنكر يعني نحن باليوم الثاني أو الثالث تم دعمنا بالكوادر الفنية من الإدارة العامة والوزارة، والسيد الوزير قام بجولة لعنا لهون ورافقونا، نظرا يعني نحن مشاريع الرئيس، بتذكري بأول جلسة رئاسة الوزراء حضر السيد الرئيس بعد الزلزال تم التوجيه الكشف على السدود، يعني نحن مشاريعنا كبيرة واستراتيجية وهي بأيدي أمينة إن شاء الله. إن شاء الله. لأن الصناعي للعمال، يعني كيف عم بيكون هيدا الدور بالنسبة للعاملين عندكم ضمن المديرية، الخدمات المقدمة لإلهم كعمال، أيضا موضوع الصحة والأمان والأمانة لإلهم؟ ألا نحن كمديرية نخضع على نفس الأنظمة من ناحية ألبسة العمل، الخوذ الواقية لنوعية من الأعمال، هذا الحكي عم يمنح لهم، وحاليا يعني نسعى لاستصدار قرار وجبات غذائية لمن يستحق، اللي هن العاملين بمعمل الكلور بالسن مثلا، اللي يعملون آلات التصوير، هي أعمال محددة وفق قوانين وأنظمة نحن نسعى لتطبيقها بالكامل ودفع ورفع درجة السلامة المهنية والصحة للعامل. تماما. يعني كون اليوم خصصنا جزء كبير من كلامنا ومن حديثنا مع حضرتك لكارثة الزلزال والتبعات إلى عملكم، هلأ لسه مستمر يعني غطيتوا كل يعني المواقع اللي أنتوا خاضع على لكم وتابع على لكم، أو لسه في عمل وإجراءات بهذا الخصوص؟ نحن ككشوف فني وتحديد الحاجة لإعادة حتى ترجع هاي المشاريع للضرر الجزئي للعمل، هذا كله إنجاز، بس نحن الحقيقة عملنا الفني ما بيتوقف. يعني نحن اليوم عنا يوميا عن كل سدودنا تقرير يومي، نحن إن شاء الله بما بصير يمر أيام دون هزات ارتدادية لو كانت صغيرة، نتابع عملنا الفني دقيقة بدقيقة في تدقيق وضع السدود كل ساعة، ومشان التعامل الفني مع أي تغير عند أول ظهور له، لا يوجد حتى تاريخه أي ظهور فني لأي عيب في سدود محافظة اللاذقية. وبدي خصة 16/20 كلهم أهالينا، يعني نحن باليوم الأول جرت كتير إشاعات أنه صار تخرب بالسد، طلعت مية السد، السد آمن 100% ولا يوجد أي تخرب في تم الكشف عليه وهو آمن 100%. هي للاطمئنان، لأنه يعني مثل ما ذكرت طلع كثير من الأحاديث والإشاعات والأقاويل والتساؤلات أيضا عن حال السدود بشكل عام وعن هيدا السد 16/20 بشكل خاص. هو السد الأكبر لهيك بيخلق حالة قلق عند الأخوة وهي مبررة، يعني طبعا طبعا بعد هيدي الكارثة يعني الكارثة. غير مهيئين لإلا وما متعودين لهيك كوارث. كلنا شفنا مناظر ما سبق أنه مرت علينا. تماما أستاذ فراس، كلمة أخيرة بنهاية لقائنا، شو بتحب تقول أو تضيف شيء ما استدركته ضمن اللقاء؟ تفضل. بدي أقول أنا أنه مديرية الموارد المائية هي جزء من مجتمعنا الأهلي ومجتمعنا الزراعي بشكل خاص، ونحن جميعا أخوتكم، ونحن كلنا موجودين لخدمتكم بالشكل الأمثل. هاي المنشآت هي منشآت عملاقة تقدم خدمة كبيرة لكم، منتأمل كامل التعاون، نحن جاهزين، خصوصا نحن بهالمرحلة واللي قلتها حضرتك انه في اعطال على الشبكات، نحن بصدد التوجه انه نمشي المي تجريبيا في وقت مبكر.
الخطوط تحت الأرض ما بيبين الأعطال إذا ما مشيت المي فيها. فنحن كمديرية بتوجه بالتنسيق مع السيد المحافظ ومع السيد الوزير أن نمشي المي بشكل مبكر لو أيام محدودة. بدنا مساعدة بالإبلاغ عن أي عطل طارئ حرصا على عدم هدر المياه. بدنا مساعدة باستخدام المياه بالشكل الأمثل. كلنا سوا من الصغير للكبير صرنا ندرك أهمية هاي المياه، ونحن جاهزين كمديرية لتلقي كل المراجعات وأي أفكار لتطوير طريقة عمل وأداء مشاريعنا. أكيد نحن بالختام بدنا نقول لك أستاذ فراس يعطيكم ألف عافية، وشكرا لجهودكم اللي بذلتوها خلال هيدي الكارثة. يعني بكوادركم كنتم موجودين، بآلياتكم أيضا كنتم موجودين لحتى يعني ما تنقطع مياه الشرب عن الأشخاص بمحافظة اللاذقية. شكرا لك المهندس فراس حيدر مدير الموارد المائية بمحافظة اللاذقية، أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا الأكبر لكم مشاهدينا للمتابعة. أكيد نلقاكم بحلقة جديدة وموضوع جديد. إلى اللقاء.